تعاني قرى عديدة من تراجع على صعيد الخدمات الإنمائية المقدمة لها من قبل الدولة، وهنا يأتي دور البلديات. وكذلك كانت قبريخة القرية النموذجية التي تتميز بمجموعة مشاريع. قرية قبريخة هي بقضاء مرجعيون، تقريبا مساحتها شي 9000 كيلومتر مربع. البلديات منذ إنشاء البلدية بالضيعة سعوا لإنمائها بشتى السبل. أكيد قامت البلدية بدور لازم الدولة تقوم فيه، واستطعنا بحمد الله وبهمة المجلس البلدي إنه نعمل معمل فرز للنفايات، بيفرز نفايات مش بس لضيعة أبريخا، كمان للقرى المجاورة. كمان رحنا على مشاريع هي صديقة للبيئة، بس بنفس الوقت كمان بتقدم خدمة كتير مهمة للمواطن، مثل مثلا غيرنا كل لمبات إنارة الشوارع، حطيناهم لمبات LED. أول شيء خففنا صيانة، خففنا كلفة تشغيلهم لللمبات، وكمان قدرنا إنه نعمل الإنارة على إما على الطاقة الشمسية إما على المولدات، وبالتالي عندك كهرباء خلال الليل متواصلة. يعني الضياع يمكن اللي حوالينا بتكون معتمة بالليل، بس عنا بالضيعة دائما بتطلع في إنارة. ما رحنا بس على الخدمات اللي بتمس حياة فئة معينة، عفوا كل سكان البلدي، رحنا كمان اهتمينا بموضوع الشباب، فأنشأنا كمان منشأة رياضية بتتألف من ملعبين من الفوتبول ومسبح مغلق، ورايحين هلا على مشروع كمان نعمل للشباب هونيك مثل أعداد، يعني بنفس الوقت بيمارسوا رياضة وبيقعدوا بمطاري، هيك شوي يمكن منبعد بعض الشباب عن بعض الآفات الاجتماعية اللي عم تصيب مجتمعاتنا حاليا. من ينظر إلى واقع القرى اليوم إذن لا يسعه إلا أن يقدم تحية إجلال لمثل هذه البلديات التي تسعى لخدمة أبنائها بكل قدراتها. من قبريخة الجنوبية، ريم الأمين، موقع يسور.